يعني احنا لما نتكلم عن الاغلبيه لا اقصد الاغلبيه الشيعيه، انا اتكلم عن اغلبيه الشعب البحريني من السنه والشيعه، لا اقصد اغلبيه فقط الشيعيه اللي قاعد يدافع ويطالب بالحريه وبالكرامه. اول شيء بالنسبه للسميره رجب، يعني مو غريب عنها الدافع دائما عن الانظمه والحكومات، هي دافعت عن صدام حسين، دافعت عن صدام حسين في غزو الكويت، وعملت تأبين لصدام حسين بعد اعدامه، فشيء طبيعي يكون هذا رد يعني سميره رجب. في البحرين لما يطلع 300,000 مظاهره انا اعتقد رقم كبير، ولذلك دخلت القوات السعوديه خوفا ان النظام او يعني يصير تغييرات حسب راي الشارع. مصر تقول اغلبيه واقليه، مصر اللي كانوا يطلعون في ميدان التحرير لا يزيد عن مليونين الى ثلاثه، واستطاعوا يفرضون رايهم على 70 مليون. فبالتالي اللي يصدر في المظاهرات ويطالب بالتغيير هو اللي متحركون مع الساحه السياسيه.